كوكبنا. اليوم نبدأ الحديث عن بخار الماء، وفي أحدث أخبار الساعة خبراء من البنك الدولي يحذرون من عدم تماشي مخططات العمران والتنمية مع مخاطر تغير المناخ وخاصة الفيضانات. بعد أن عرفنا الرطوبة على أنها كمية بخار الماء في الهواء وتعرفنا على أنواعها، سنتحدث اليوم عن بخار الماء. يقول تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء مادة فريدة من نوعها، سواء في شكله السائل أو الصلب كثلج أو الغازي بخار الماء. الطريقة الأساسية لزيادة بخار الماء في الغلاف الجوي هي من خلال عملية فيزيائية بسيطة يتحول عبرها الماء من الحالة السائلة إلى الغازية وتسمى التبخر. يتم تبخر الماء من حالته السائلة على سطح الأرض إلى الغلاف الجوي إما من البرية عبر تبخر جزيئات الماء من التربة أو النباتات، وإما من المسطحات المائية من محيطات وبحيرات وأنهار، ومن ثم تقوم الرياح الموجودة في الغلاف الجوي بنقل بخار الماء من مكان إلى آخر. في فقرة أحداث الساعة نتحدث اليوم عن التنمية الحضرية ومخاطر تغير المناخ. ورقة بحثية نشرت مطلع أكتوبر في مجلة نيتشر أفادت بأن البلدان في جميع أنحاء العالم قامت ببناء قرى وبلدات ومدن في السهول المعرضة لخطر الفيضانات بشكل أسرع من المناطق الأقل عرضة لهذه الظاهرة، ما يهدد برفع التكاليف البشرية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ. جون رينشلر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وقد هذا الدراسة اكتشف وفريقه البحثي أن نطاق التجمعات البشرية بدءاً من القرى إلى المدن الكبرى توسع عالمياً بنسبة 85.4% بين عامي 1985 و2015. ومع ذلك تكشف الدراسة أن التنمية الحضرية في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات شهدت زيادة قدرها 122%، وهو ما يفوق بكثير النمو في المناطق الآمنة. بلغة الأرقام دائماً، تشير الدراسة إلى أن نحو 36,500 كيلومتر مربع، أي ما يقرب من 6% من إجمالي الأراضي التي تم تطويرها، كانت ضمن فئة مخاطر الفيضانات المرتفعة للغاية. اتجاه مثير للقلق تخلص الدراسة، ففي الوقت الذي يجب أن تتكيف فيه التجمعات البشرية مع تغير المناخ، تعمل العديد من البلدان على زيادة تعرضها للفيضانات بسرعة.